الرقية، فالرقية تنقسم إلى قسمين. الشرط الأول أن تكون الرقية من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. أن تكون الرقية بالكتاب كان يقرأ الفاتحة. تيت را ميام تريب الله القرآن دوك إلى زوا بشرم سورة الفاتحة أو بالسنة مثلا يقول أعوذ بكلمات الله التامة زي ما سورة كيف بتقولين شو كثر أعوذ بكلمات الله التامة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي تيت ميام تسلسيت الله القرآن نسى كل مظن الثوب هو الله هي أي كريم مرسي ذي تشكا ذي من الرقوم وذي من الرقوم. نعم. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع. كوشتي إدوت أشت كتيت مفياد تكتو أشمي تدجوارا تكارتا. فإذا جاء إنسان وأراد أن يقرأ على آخر لابد من رفع الصوت ولابد أن نفهم ما يقول. أنا هيك بين الزوم دوت تانغلي زوري تجوا زوري لزوري دوت يد أنا بيصير دوت تكتوش من يد كارا. فلو كان يتمتم يعني يتكلم بكلام لا نفهمه يقول هكذا نقول إما أن تفصح ونفهم ما تقول وترفع الصوت وإلا نقول عنك كاهن وساحر. بس أنا عندي كوش دينا خط فيال يدي كارتا يدي فيال جنو كان كبتيب ني فيلا تي وسي دورا فواش فيال تي كارتا كبتوش من وسي دو ثمي برتي كي يني فالجور. ولا يوجد رقية بغير اللغة العربية، الرقية باللغة العربية فقط. The رقية بهم بيتم مجيوهم عربي. كذلك لو أراد أن يدعو بلغته مثلا يدعو باللغة الألبانية صح لا إشكال أن يدعو باللغة الألبانية بشرط لا يغير الأسماء الحسنى يعني يقول يا الله ثم باللغة الألبانية مثلا يقول ارزقني نرسل لوتيا يعني هم تلوتت ما جو نتيجة كتاب شو هم تلوتي ما بعض مضروع ما جو نجو شيبة ما كوش دموس تدرسوي تدرسوي إمرات الله مضروع شو بتسمي والله مية بتمرسي. نعم. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. كوشتي تريد أشي تبسوي سلوت سرقية أش تيش ني سبب مشكا نرسا هاي سيل ميرسي ذا جرالكم دوما تجبت من الله مضروع ذا سكوشتي. نعم. إذا هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت في الرقية كانت الرقية شرعية وإلا فهي شكية. تريد تريد كوشتت
cila do se ndodhe në një rukje, ajo është rukje sheja tike e pranuar, e ligjësuar, nësa nëse mungon një nga këto tre kushte, atëherë ajo rukje quhet rukje shirkie, rukje i dhytarie. Këthir me në nash, hadan Allah i ja, ja dhënë atë në më shumë. Shumë për njerëzë me ndojnë se kanë magji. Au behi, jani shetë me në mësë. Ose me ndojnë se e ka prekur t'i shka për gjindëve. Fë hadhe e minë në vësabës. Të gjitha këto janë nga sëmimet e shëjtanët. وكثير من الناس يذهب إلى إمام المسجد أو إلى العالم ويقول يا شيخ أريد تقرأ علي. شو بني يوسف شكون ديك إمام الجميس شكون ديك الديتار اللي يقول لي تو أنت من الدور تو أنت من الزور سيامير. هذا نقص في التوكل. كيوش كيوش دي مانسينا تبشر لنا الله من الدور. فماذا تصنع؟ شو بعد بدو بش؟ أنت تقرأ على نفسك. تي كندو يبيت بين السنة. لأن الإنسان إذا طلب من غيره الرقية خرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب. سبسم نسي ديكوش كركون روكيا إثو ديكويت بلنزور أتهير أيك الدال نعطا شتاك ذي بيت يرس تدهين الجنة با لغاري ذي بان تشكيب. قد يقول بعض الناس أنا لا أحفظ القرآن ولهذا أرجع للعالم. دي سابع نيرزو مكتون جيو نوك مسوي نوك ديكو مندرش هالقرآن أنا يكتين تكني ديتار تكني هور شكوي تحفظ الفاتحة؟ إثنيا تي تي دي سورة الفاتحة؟ نعم. أثبت بو. لا بد تحفظ الفاتحة. إذا الفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية تكفي. سبسة الفاتحة ندي على ذي النبي صلى الله عليه وسلم كيو اي تي سورة الفاتحة رقية. كموت يا تفندوش بدس بس كأنه هي سموني من الشيطان من يوم كبير. إذا بدس سورة سورة الفاتحة ذي النبي صلى الله عليه وسلم كيو اي تي الفاتحة رقية. تقرأ على نفسك وتقرأ على أولادك. تيجي تزوج أسرة الفاتحة مثلاً، ذيك تزوجها تيجي تقومي بتو. وتقرأ باب الوساوس والظنون أن فيك كذا وكذا وكذا. ذيك شتو يا بريد روجن إذا بزبس ذيك نسميه بيت ديال زوره ذيك يباش. نعم هذا الأمر الأول. كيوش جيا يباش. الأمر الثاني. جيا دوت. عندنا كثير من الناس هدانا الله إياه يعلق أشياء على السيارات وعلى البيوت وعلى الأولاد. شو بنيرز باري جلا نبرش تبي نم ماكينا تك فميد الجلة رأس تو. دوجي بدوش يكوك نيني دني أو أسد. وصدني نواني أو حوت سمك. وصدني بيشكو أو خرزة زرقاء. خرزة زرقاء. وصي من دوس سيمبولي أو عين. وصي من دوس السوء. أو كف. وصي شو بلاك الغمر. أو حافر الفرس. وصي قد كنت إكاليت. أو نعل قديم. وصي من دوس شاب هذا كبوت سبيترا. أو إطارات السيارات. إطار السيارة. وصي سيمبولي الماكينة. أو يضع بعض الخرق السوداء. وصل النص تصورت زيزا. بعض الأشياء. يساقون. يأتي بأشياء من البحر أصداف. وصل مير لديتي جرا. هذا التعليق كل التعليق بأي شكل من الأشكال محرم. كده تجرا كبار يرزبا يا كده تنالورا حرام. إذا لا يمكن أن نعلق أي شيء من الأشياء. من هذه الأشياء المذكورة أو مما يماثلها. نبنى ليوت بارو أسي جو نكتو جيلا تبرمندو. وكذلك بعض الناس يكتب على البيت يعني بعض الكتابات لدفع العين. بس في سان يرز شكوى نبرسبي شكلينه بردنا بوا سيري نيرز. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم كان لديهم بيوت وأولاد ودواء ولم يضع عليها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة kishin shtëpi, kishin mjete udhëtimi, kafe, cilat udhëtonin, kishin fëmijë, dhe nuk varen asnjë gjë nga këto lloje në trupat e tyre, në shtëpitë e tyre, në mjetet e udhëtimit, as në fëmijët e tyre. لأن هذا المعلق لهذه الأشياء لو اعتقد أنها مؤثرة بذاتها هذا هو الشرك الأكبر. Se nëse ai i cili bën këto beson se këto gjëra që bëri ndikojnë tek ai, ai ka bërë shirk. I ka bërë Allahu shokun adhurim shirkun e madh. وإن اعتقد أنها سبب لدفع العين والله سبحانه وتعالى ما جعلها سبب فهذا هو الشرك الأصغر. ذي بس من دون سبب الله يقول تو سبب فتلا الله سبحانه وتعالى سبب فتلا الفوار
موجود. وبعض الناس يضعها زينة، يقول يعني أنا أضعها ليس عندي أي اعتقاد. ديسان يلز يبون 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 ثيش بور بوكوري. لثوتي مو كي بور تو أقول كوا يكالي كينا ثيش بور بور بوكوري مو كي بور نانجي تيتر. نقول أنت بهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. كتي ثيمي كتي كي كوا مي جنا بري جنا وتملا. لأن في هذا تشبه المشركين. سبسك شوكي نجاسوار في ذتار. وفي هذا فتح باب شرع على الناس، لأن من رآك تعلق ظن أن التعليق كله جائز. ذاك شو هاب ديور تسكين جسك نيرزي سبس نيرزي شوي بتويتش تكبر تجي ذاك أمر تابع بوار إذا تابع حتى الآيات من القرآن لا تعلق. إذا آيات من القرآن بيس القرآن ديوتي دو بارد. وضع المصحف كذلك في السيارات، بعض الناس هدانا الله يضع المصحف يقول حتى لا تصاب السيارة بشيء حادث أو شيء من هذا أو سرقة. ما تياس بنوسي هاي القرآنين نمبر ماكينا بترانقوا أرسيني مو بدي يوهد سبسي القرآنين كاك ترول كده بنوسي بترانقوا أرسيني تيرا. هذا الفعل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. رفيدي صلى الله عليه وسلم كان لنوع التنبريم. وكذلك جاء عن بعض السلف كراهية تعليق الآيات من القرآن. ما دي تقال قال بما دي سنة قارة تعان تمير كندلوان بالين اي ازمة القرآن. هناك سيارات عندنا فيها بعض الأشياء هذه وتصاب بحوادث وسرقة. سبسي راليتيدي كا تنبوار جيو كا ماكينة جيكا مدوس وجيرا تيبا سيمبولي تيبا دي كا بصور اكسيدنتي. فماذا تصنع؟ شنو باش تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضع شيء. دو بروش سي جو بروي بروفيتي صلى الله عليه وسلم لا نوب دو مدوسش لا نوب بارش اس جيب بتيرا. قدر الله سبحانه وتعالى عليك شيء ترضى بالقضاء والقدر. نسى تكتور الله مضمون تشكا بورتي تي دوها تكنولوجي في تقديم الى بندين الله عز وجل. اذا لابد ان نحذر من تعليق هذه الاشياء ونحذر منها الناس. Atëherë duhet të ruajmë edhe tona nga varja e diçka prej këtyre gjërave dhe po ashtu duhet të atërheqim edhe vrejt e njerëzve që të mos i vendosin këto gjëra. Rase thau, as kokën e demit, a imën e dheab, as syt e ujqërme, khaz e zërka, as ato simbolit e njëshu që vendosin njerëzit, me thërë gjoha, lana e zërka. Si ato që janë si syt magjik, شاسي سي مارغريتا اشياء تؤخذ من البحر اس جرات جيل برتن الحوت الاسد اس بيش السلم وان اس الحافر القديمه الحافر أس. حافر الفرس فكويت كويه والنعل القديمه اس كوسا ميترا اطارات السيارات اس مولد الماكينه الكف اس بلومون بعض الخرق اس السوداء توزن بوغدا سيزا اشياء أستمد. بعض الأشياء نعم كذلك قلنا بعض الكتابات تكتب وبعض الكتابات إذا لا يمكن أن نضع شيئا من هذه الأشياء نعم أيضا لدينا أمر خطير جدا وهو السحر السحر أكبر بوابة لدعوة الناس إلى الشرك بالله يكون عن طريق السحر والساحر. منين أمو إتكاز نيرز يتفير مشي من ما إيش تبرميت مجيس وحتى أصبح الآن عند كثير من الناس السحر شيء متعارف عليه ومقبول ولا إشكال فيه. حتى ان الاولاد الصغار يعني ياتي الولد لوالده ويقول يعني عندنا ساحر وراينا اليوم في التلفاز كذا وكذا من السحر. نفات كيسيش كيو شبور ديشكا سيمتين بثاني نيرزي ديبروين لويت ماجيبة لنوكو بو بوشتيبية اي سا الفمية اي بوكر اي بيه بابا اي ثوت باش تي ماجي باش تي ماجيسا لنوكو بو فارو بوشتيبية نيرزي شبور ديشكا ازاكون ماجيها. الساحر يكفر كفر اكبر صلى الله عليه وسلم. ماجيساري كما هو لمهم الدمار كذلك الاسلام. كيف نعرف الساحر؟ سيمو تانيوهي ماجيساري كيف فلان ليش ماجيسار؟ نعرف الساحر بامور. ماجيساري نيوهي نبرمين ديسا جرا. لا يطبق شروط الرقية. هاي روكي زباطون كوشتت روكيس. يعني لا يقرأ شاء
شيء من القرآن ولا يذكر شيء من الرقية الواردة في السنة النبوية. Ai nuk i thot diçka për Kur'anin dhe nuk përmend diçka për nuk e ke rënë në sunet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Wa la yadhkur asma'allahu sifatil mawjuda fil kitab was sunnah. Dhe nuk përmend emrat të cilësit e madhuar që kanë në Kur'an dhe në sunet. Bal yunadi asma' la tu'raf wa hiya fil haqiqa asma' ash-shayatin. Kur ai thret emra që nuk i dihet kuptimi, dhe në vërtetë ato janë emrat e shejtanëve. Yatakallam bi kalam ghayr mafhum wa la masmu'. Yutartib. Ai flet me gjëra të cilat nuk dëgjohen dhe nuk kuptohen. يجعلك تتعلق به خوفا وتعتقد ان بيده جلب المنافع ودفع المضار. يقول لك مثلا علاجك عندي وانا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات مثلا. Nuk di se çfarë do të ndodhë me ty. Ja amarak bi ashya muharram. Ai të urdhëron për gjëra të ndaluara. Tarka salat. Të lësh namazin. At-tasmi'a 'inda at-ta'am. Të thotë që mos të thuash bismillah para se të dash. At-tasmi'a 'inda adh-dhabh. Tek për bismillah para therjes. Al-dhahab ila ahli al-qubur. Të thotë shkosh tek ata njerëzit në përvarezat. Kadhalik يأمرك بترك الطاعات بترك الصلاة. هاي تقول ذلوب كذا ليش بيني تلاش جرا بقول تميرا. يسأل عن اسم الأم. تلاش نمازي. يعقد مع النف. هاي بنادو كومبين. ومن شر النفاثات في العقد. بنادو كومبين. كسيرة برا. نداي بوري ما بروه أتيرا. يدعي علم الغيب. هاي بنادوس الدي دي إن إف شيف. يدعي معرفة ما في الضمير، يقول أنت تحب أو تفكر في فلان مثلا. هاي برتندوس الدي دي إن إف شيف. يدعي معرفة الأشياء المفقودة. هاي برتندوس الدي جيرات تيكالبوكو. كذلك قد لا يطلب منك مال. دوس هاي ممكن يكون في تيفا سوري. لكن يطلب منك أشياء تعجز عنها. فور كركون جيرات تسلات تسكيب ونصيب. يعني يقول لك مثلا هذا سحرك سحر خطير ولا يمكن أن نعالج هذا السحر إلا أن تأتي بفار أعمى. هاي نثوتي كي كما جيتي كي إيش شو مشتير برتو هيجو. تي دوت الجيش نيمي تبربر أو قرد يتيم. أو سنية ما يموت جيش يتيم. وهذا المريض يقول من أين أتي بها؟ هاي تيجي سكوت بطلع جيو نيمي إيش شو؟ أو سكوت جيو متى ما يموت جيش يتيم. يقول عندي من يأتي بهذه الأشياء لكن يأخذ مثلا 5000 أورو مثلا. لا يثوب من كم مسيت أجي تنيري جو نا جيم نيو ميت تبربر ذيك تجد جد مي بو دوت باغواش رد 5000 أورو كيتا جيم كتجو. كذلك من علامات الساحر كتابة الحروف المقطعة، يعني يكتب ألف ثم سين ثم كاف ثم هكذا يعني او بعض الارقام. اذا شو ماشي انت ماجيساري ايش؟ تقدم لا احد يتكلم. نعم. اذا شو ماجيساري سيل ذي شكوان غرما تباكو تيمدا. كي نوك بلا سيجي بريتيرا. كي عن غرما تشبردارا من يتيرا. وقد يكتب ايات وبعضها وبعدها للايات بعض الحروف وهذه الحروف تعني الكفر بما تقدم. نسال الله العافيه والسلام. ndonjëherë shkuan ajete nga Kurani dhe pas ajeteve shkuan të gërma të pa kuptim nga njëra tjetra që të cilat edhe mohojnë dhe shkaktojnë kufrin. Min alamat as-sahir an-nazar fi an-nujum wa i'tiqad an laha ilaqa bil hawadith al-ardhiyya. Gjithashtu nga shehet e magjisarit është se shikon tek yjet dhe se mendon se ato kanë ndikim në gjëra të ndodhin. Kadhalik qira'at al-kaf. Po ashtu ai lexon shumplakën, këllëmbët. Qira'at al-finjan. Të lexon finxhanin e kafes. Al-jara'id wal-majallat allati fiha abraj. Hyjnë edhe ato gazeta dhe revista që kanë shenjat e horoskopit. Yani qira'at al-abraj. Leximi i shenjat e horoskopit. Shira' al-majalla allati fiha abraj. Hadha haram, la yajuz. Vet blerja atyre gazeta dhe revista që përmbajnë shenjat e horoskopit janë haram dhe nuk lejohet. إذا نظر وقرأ في الأبراج لا تقبل له صلاة 40 يوم. لسا أي نتزوم يشكون كتوشيات هوروسكوبيت نوكي برانوت نمازي في 40 ديت.
لو صدق كفر بما منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Dhe nëse ai beson se shkon mbajtë të shija të horoskopit, ai ka mohuar atë që është zbritur Muhamedi صلى الله عليه وسلم. كيف يكون اتيان الساحر والكاهن؟ Si shkohet tek magjisari ose kallxhori? يذهب إليه يجالسه. Shkon tek ai dhe ulet me të. أو يتصل عليه. Ose telefonon. أو يرسل له رسالة. Ose dërgon një letër. أو رسالة عبر الجوال. Ose dërgon një mesazh me celularin. أو عبر الإيميل. Ose dërgon një email. الدخول على القنوات التلفزيونية التي فيها السحر. Ose hyn në programet televizive që mbajnë magji. أو مواقع السحر والساحرة عبر الإنترنت. Ose shkon hyn në rrjetet sociale që i përkasin magjisarëve dhe falxhorëve. أو يرسل إنسان. Ose dërgon dikë fizikisht. أو ينظر في الجرائد والمجلات والكتب التي فيها السحر والكهانة. Ose lexon gazetat dhe revistat dhe librat që përmbajnë magjinë dhe fallet. Hadha etian al-kahin was-sahir. Kjo është mënyra e shkuarjes tek magjisari ose falxhori. Fa idha ata as-sahir al-kahin bi hadhihi at-turuq la tuqbal lahu salat 40 yawm. Nëse ai shkon me një nëpërmjet një nga këto mënyra tek magjisari ose falxhori, atij nuk i pranohet namazi për 40 ditë. Wa law saddaq kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nëse beson tek një nga këto mënyra që përmendëm, ai ka mohuar në atë që është zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Naam. إذا وقع السحر ماذا نصنع؟ نسندوت ماجيا، شفار دوت بوي. عندنا علاج السحر يكون من طريقين. علاجي ذا شريمي إيماجيس ندوت لدي منيرا. الطريقة الأول يكون بالرقية الشرعية بشروطها. منيرا بعد دوت مي روكي شياتيكي كوشة السلسلس يفرمدون من الفديم تمسيمي. وبالأدوية المباحة مثل شرب العسل مثلا أو الحجامة. علاجت اللي هو على سيبيريا الميالت وسي ما هجامت أو بالدعاء وسي نبرمية لوتيس هذا أمر مشروع وجائز كيو ارتشكا اللي هو ذي الجسور أما حل السحر بالسحر فهذا أمر مخالف للكتاب نرسا سجيديا اما جيس مما جي كيو ارتشكا كبيرة قدشتين بيندش مي لبن الله مدروه والسنة ذي من سنتي وأقوال الصحابة والسلف الصالح والأئمة ذي من فعل الصحابة ذي تبار بتان تمار تبار ذي تمدين ذي تتابع تمدين الإسلام فيه تقوية للسحر سبس كيو جي فورتون الماجسارة وتضعيف لاتدام القرآن ذي تبصر كوريمي نقمية القرآن أصلا التداوي بالقرآن العلاج بالقرآن نعلم أن القرآن شفاء هذا يقين والعلاج بالسحر هذا ظن فكيف ترجع إلى الظن وتترك اليقين؟ علاج نبرمية القرآن ارتشكا سيقول نرسا تقرأش نبرمية ماجيس ارتشكا كيرش دشيم أتير سيطة نرسا تجيب كيرش نسيقول لتشكوش تقعوش دشيم كذلك الساحر لا يمكن يقدم لك شيء ولا يمكن أن يعالجك إلا وأن يأتي يصنع لك سحر جديد Po ashtu dhe magjisari nuk mund të largohet i magjit, nuk mund të bëjë asë gjithë tja, vetëm nëse të cilë një magjit të re. Fër mëri dhe rahë këdhara, fe am awen anu ka në dhejë sihër, wa adhafë së sahë në dhejë sihër thani. A i së muri kisha një magjit. Ti shko të një magjisar për të shëruar dhe a i bërë një tjetër magjit. A të e tjetër së muri të bërë një magjit. Thumë me hadhe së sahër, e muali gjëna, la jëmë të në muali gjënë mërin, illa wa la budda në mërin, ju qëdëm shëjë إلى الشيطان حتى يبطل هذا السحر الأول. واشتر بدون ديكوي أسجد دعاي يسموري دون نفسه يسموري يب ديشكا ببارسي أتي أتي شيطاني دوكة دون ديشكا بشيطاني سدش نوبا سسيد دون ديكوي ما يسال دعاي. والإنسان إذا سحر وصابر كان له الجنة. درس نيري وكان يمجي ذي دورون كاش مبين جنتين. نعم. بهذا يعني هذه الامور اللي ذكرناها يزول الاشكال ونرد على من يقول انه يمكن ان يحل ويعالج السحر بسحر لا يمكن كشتو بلا نرجوي بجرسيت كيانا دو تششتيا ذي نوك مون تكولويت ماجيا ومجي نعم الله اعلم نكتفي بهذا المقدار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا كاشي يا اخوي سلام سلام
Good. Yeah.